أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. نقولوا قبل ما تجي ليتاب ديال اننا غنجيو نتعلموا وتتم ديك العلاقه التواصليه ما بين الاستاذ والتلميذ، يعني خصنا نكونوا حنا اول حاجه يعني واصلين لواحد الدرجه راقيه من التربيه، يعني غنكونوا مربيين. داك الاستاذ راه متابه الاب ديالك، متابه ديال الاخ الاكبر ديالك، متابه ديال ولي الامر ديالك، يعني راه الاستاذ اللي غادي يعاونك. باش كنشوفوا ان التلميذ طاول على الاستاذ ديالو وضربها وتسبب ليها في واحد الجرح خطير، اللي كيف ما كنقولوا راه جرح ديال الوجه راه غادي يبرى، ولكن جرح ديال القلب اللي تسبب ليها فيه راه ما غاديش يبرى. التلميذ انه كان دار واحد الاستاذه ديال التربيه الاسلاميه مابقيتش عارفه بالضبط العطات قبل العطله، فخدا في حقه مجلس القسم قرار غير المؤسسه، هو اجراء كنخدموا به تربويا باش ما نشجعوش التلاميذ على انهم يزيدوا هذا العنف ضد الاساتذه. فتخاد المشكل تكتب في الطابلو انه خص هذا الوليد يغير سميتو المعطاوي ايمن، خصو يغير المؤسسه، والمؤسسه قريبه لينا حنا الحسين بن علي، يعني فارقها من غير شانطي. جا ملي خدا هذا القرار تعلق لهذا الوليد اللي كان، جات الوالده ديالو عيراتني سباتني، قالت لك قالوا ليها شي حد في الاداره راه مجلس القسم راه مقسم، راه كاين اللي يسمح وهاد الاستاذه وشي استاذه وحدين اخرين راه ما سمحوش. عيرات سبيت درت بها ديكلاريت في الكوميساريه اللي حدانا اللي محسوبه طلبه ديال المعهد العالي للصحافه. التعليق اللي عندي على الفيديو صراحه انا ديجا شفت الفيديو على الاستاذه، ولكن ملي شفت التصريح ديالها دابا اثر فيا بزاف. هادشي كنستنكرو ليه حنا كتلاميذ كطلبة، الأستاذ عندنا في مقامة الأب ديال التعليم، وصراحة كنشوفها كيفاش كتعاني، يعني عندها بزاف ديال المسؤوليات، مسؤولية لا في برا ولا في الدار، وكتجي للدار يعني خاصها تجي معها الطفات وتصححهم، وعندي أختي صغيرة يعني ما تتهتمش بها، يعني ماشي ما تتعطيناش واحد الوقت كبير. يعني جميع الوقت اغلب الوقت ديالها تتخصصوا بالدراسه، باغي لي غير مصلحته، يعني كيشوف فيه المستقبل، كيشوف فيه على انه غادي يعطيه في المستقبل. صراحه كان واحد الفيديو اللي حزين جدا واثر فينا بزاف، لان شي حاجه غريبه انه تلميذ يعنف الاستاذ ديالو، لان الاستاذ في مرتبه الاب ديالنا، في مرتبه يعني يقدر يعطيك اكثر من باك. طلبة خدينا المبادره باش اننا نجيو لهاد الليسي ونوعيو التلاميذ بخطوره ديال هاد الظاهره، ويعني الطلبه اللي معايا خدموا على هاد لو بروجي يعني وفسروه من جميع النواحي، من الناحيه النفسيه، من الناحيه القانونيه، من الناحيه الاجتماعيه، ومن الناحيه التربويه. وكنتمنوا ان شاء الله ان تكون هاد المبادره يعني مبادره طيبه باش ان التلاميذ يغيروا، يحاولوا انهم يغيروا هاد الواقع، وياخذوا المبادره انهم يغيروا الواقع ديالهم، يغيروا يعني حنا الا خدينا المبادره وغيرنا يعني الواقع ديالنا، يعني راه ان شاء الله غنكونوا في يعني واصلين لواحد الدرجه راقيه بزاف. والعنف كظاهره ما كانش فقط التلميذ هو اللي كان يقوم بها، نعترف حتى انا استاذ من 2003 وانا تقاضي في المجال المهني، حتى بعض الاساتذه نعم كانوا يمارسون شكل من اشكال العنف، يا اما اللفظي يا اما المعنوي، نعم كانوا يتحملوا التلميذ، ولكن اشنو الشيء الاساس وشنو الثابت هو الدافع؟ مبادره من طلبه المعهد العالي للصحافه والاعلام، هذه الطلبه للمبادره ديالهم قبل ما تتبنى الاداره، المبادره فهي مبادره نابعه من اراده حاصله عند الطلبه وهما، فانا احييهم وكنطلب منكم انكم تصفقوا بحراره على مبادرة قيمة جدا، سواء في شكلها ولا في مضمونها. مبادرة أولا يعني بغض النظر عن الموضوع اللي كتناول اللي هو العنف، اللي هو موضوع كيمسنا جميع، عجبتني الفكرة، لأن كفكرة كونسبت الروح اللي قامت بها المبادرة، بمعنى أن هناك ناس يستحقون أن يكونوا هم النواة ديال التغيير نحو الأفضل. الموضوع ديال العنف كيمسنا في خويصة أنفسنا احنا كمغاربة، لأن أولا لأنها ظاهرة غريبة علينا، هذا شيء أول. ثانيا لأنه كيمس المعلم، اللي هو كيف قلت يعني في المداخلة بأنه يشكل المحور في أي عملية تغييرية لابد أن تنطلق من يعني من المعلم. العملية التعليمية أو المجال التعليمي يعتبر هو المجال الأكثر أهمية والأكثر حساسية، فهنيئا لهذا الطالب.
الطلبه هادو من المعهد العالي للصحافه والاعلام اللي قاموا بهذه المبادره القيمه جدا وحتى في طريقه اخراجها. وهنيئا ايضا لطلبه ثانويه المختار سوسي وهنيئا لاداره ثانويه المختار سوسي على احتضانهم وعلى يعني عملهم على ايجاد الشروط المناسبه من اجل انجاح هاد التظاهره. غير مدني يعني فيه تعقيد للعقل وقتل للحوار، وهذه الظاهره ولات كتزايد بشكل كبير في المغرب متسببه لبعض المدرسين باعهات جسديه خطيره جدا، الامر اللي دفع الوزاره يعني بعد في الحلول عن كل ما هو قانوني او مذكره او دوريه، وبقيت في كل هو بسيكولوجي وسوسيولوجي وسوسيو ثقافي. سواء انا شخصيا كنظن ان الاجراءات الاداريه كافيه باش نواجهوا وباش نتفاعلوا مع هاد الظاهره اللي هي مغرباش كيف ما ذكر الاستاذ عبد الله ابهاد. الحاضرين معنا وفي شخص الطلبة طلبة المعهد الذين أناروا الطريق لتلامذتي ولشخصيا ما دامت ما دمت مديرا وما دمت أستاذا في الثانوية، فأنا فالحياة مدرسة، أتعلم منكم وأخذ منكم. المعهد العالي للصحافة والإعلام ليعتبر السلطة الرابعة في مشاركة ديال ثانوية مختار السوسي حول الظاهرة التي استفحلت مؤخرا في المجتمع ديالنا، هي ظاهرة ديال العنف في الفضاء المدرسي. فعلا المعهد أو طلبة المعهد وضعوا الأصبع على مكامن الخلل، عرفوا بأن يمكن أن نتجاوز هذه الظاهرة اللي كتعرفها المؤسسات ديالنا انطلاقا من إعادة البناء علاقة جديدة بين في اتجاه عمودي وفي اتجاه أفقي بين تلميذ وبين تلميذ أستاذ.